النهاردة وانا في المشرحة مستنيين خروج الشهيد جابر صلاح، جالي اتصال من مستشفى الهلال ان في حالات تانية مصابة باصابات خطيرة، ان هم محتاجيني عشان يشوفوا ايه اللي نقدر نعمله. انا رحت فعلا، لقيت في احمد نجيب محمد علي مصاب بطلق ناري مدور، الإصابة في الرأس، شفت الأشعاعات مستقرة في مخه. الولد مش مصاب، الولد فعلا في حالة موت إكلينيكي زي جابر بالظبط، هو متوفي. دي تاني حالة إصابة في الرأس. في شاب تاني اسمه جوزيف مجدي خليفة، عنده 23 سنة، ده مصاب في صدره. لما خرجوا الإصابة هو الحمد لله عايش، جوزيف عايش وإن شاء الله هتبقى حالته كويسة، بس هي خطيرة دلوقتي، اتعملت له عملية كبيرة وهو في العناية المركزة. الحاجة اللي خرجوها من صدره طلعت بلية، مش حاجة زي البلية، بلية. زملائه اللي كانوا معاه شهدوا إن اللي ضربه كان أمن مركزي، كان قدامهم بيقولوا على بعد حوالي 100 متر وهم شايفينه. هو كان رايح الشغل بتاعه مع حد زميله واتعرض للإصابة دي. اللي لفت نظري في الموضوع ان كده بقت الإصابات في الرأس وفي الرقبة وفي الصدر مش حالة جاية بالصدفة، مش عسكري غلط، ده حالات متكررة، إصابة في الرأس في النصف الأعلى من الجسم عموما، إصابات هي إصابات قاتلة. لو أنا عايز أفرق متظاهرين بغض النظر عن صح أفرقهم أو لا، لكن لو أنا عايز أفرق متظاهرين أقدر أفرقهم بطرق كتيرة، زي خراطيم المطافي وزي الضرب في الأرض وزي الضرب في الرجلين. لكن الضرب في المساحة دي ما هيش تفريق، الضرب في المساحة دي هي قتل، هي عقاب، هي ترويع، هي إرهاب للشباب.